شتلة. احفظوا اسم التطبيق الإلكتروني ده كويس جدا ونزلوه فورا على موبايلاتكم لو بتشتغلوا في الزراعة، لأنه باختصار من أفضل التطبيقات الإلكترونية اللي هدفها مساندة ودعم وإرشاد كل مزارع في مصر. وفي أكتر من 30 استشاري شغلتهم تقديم الدعم الفني الزراعي في دقائق معدودة صوت وصورة لكل مزارع. لقوا ممكن كمان تلاقيهم على رأس أرضك لو الموضوع محتاج. ده باختصار تطبيق أو أبليكيشن شتلة اللي أسسه ثلاث جدعان زي الورد: المهندس عمر عبد اللطيف مؤسس شركة شتلة ومدير العمليات، وعبد الله البديري الرئيس التنفيذي لشركة شتلة، ورمضان نجيب مدير عمليات لوتس بلس. ودي خدمة بتتاحها شركة شتلة، وهي باختصار الإدارة للمشروع الزراعي بالشراكة في المحصول أو الشراكة في الربح. أفكار حلوة، وهي مستقبل القطاع الزراعي شئنا ما بينا. وعلى فكرة شركة شتلة اتصنفت كواحدة من أفضل 5 شركات ناشئة في مصر. تعالوا في البداية نتعرف على شركة شتلة وتطبيقها الإلكتروني وخدمة لوتس بلس، والبداية مع المهندس عمر عبد اللطيف مؤسس شركة شتلة ومدير العمليات. هو تخرج في كلية الزراعة بجامعة الأزهر وحصل على ماجستير في الاقتصاد الزراعي، وحلمه تطبيق أحدث النظم الزراعية في كل مشروعاتنا الزراعية الكبرى. اشرح لي يعني ايه شتلة؟ جت منين الفكرة؟ شكلها في البداية هي مبادرة للشباب، يعني احنا كنا شباب اتجمعنا لقينا ان في فجوة ما بين الارشاد الزراعي وما بين المزارعين. احنا في مصر عندنا حوالي 6.5 مليون مزارع حائز للاراضي الزراعية، بيمتلكوا حوالي 9 مليون فدان، متوسط الحيازة تقريبا فدان ونص. ده بيأثر على العمليات الزراعية وبيأثر على التسويق وبيأثر على حصولهم على الارشاد الزراعي الكافي. محتاجين لهم مرشدين زراعيين بعدد كبير، فده لقينا فيه فرصة في السوق ان احنا نوفر الخبرة الزراعيين اللي عندهم خبرة تتجاوز 30 سنة ومتخصصين في انواع المحاصيل المختلفة، نوصلهم بالمزارع عن طريق موبايل ابليكيشن. يقدر المزارع في اي مكان وفي اي وقت يتواصل مع خبير في اقل من 5 دقائق عن طريق موبايل ابليكيشن بتاع شكلة. وتكلفة ده بسيطة جدا بالنسبة للمزارع. المزارع في الوقت العادي بيحتاج ان هو الخبير ينزله من 2 لـ4 أيام. هي في العادي نزلة الخبير تقريبا بتكلف المزارع من 1500 لـ5000 جنيه على حسب خبرة الخبير، وكمان بتقعد من 2 لـ4 أيام زي ما احنا قلنا. فاحنا عن طريق ان على ما ينزله فعن طريق ان هو بقى في اي وقت المزارع يحمل ابلكيشن شكله، يتواصل مع الخبير، خبير يكون معاه في اقل من 5 دقائق. الخبير هيساله في شويه اسئله، وكمان هيبعت له تحليل التربه والميه والتغيرات المناخيه هتتواصل بشكل اوتوماتيك هتوصل للخبير. فده يخلي الخبير كانه عينه في المزرعه كمان، وبيخشوا في شات ما بينهم وبين بعض، بيسال الخبير المزارع شويه اسئله. في الاخر الخبير بيكون اكنه موجود في الارض بالظبط، واستشاره الخبير دي بتكلف حوالي 395 جنيه، بتكون اقل كتير جدا من تكلفه الاستشاره الحاليه للمزارع.